السلام عليكم، معاكم محمد رفاعي باسل الديب من قناة جودو كان. هنبدأ دلوقتي مع بعض نشرح الحركات الكاتاجورما المعدلة اللي بقى مسموح بيها في قوانين الاي جي اف الجديدة ومسموح بيها في المباريات. أول تطبيق معانا في تطبيقات الكاتاجورما المسموح بيها في القانون الجديد في الجودو، لما دلوقتي في موقف اليمين يمين، أنا هنا برحل إيدي اللي ماسكة الكم، بمسك من تحت باطن اللعيب اللي قصادي وبعمل حاجة ان انا بايدي التانية بتمسك الايد هنا وبتقطع عشان تفك الماسكة دي، ولما باخد انا منه الاكشن ده بيديني رد فعل ان هو بيفتح لي باطه هنا، بيديني المجال ان انا اخش واعمل الكاتاجورما في اتجاه الطبيعي اللي هو باتجاه الورب هنا. تاني نشوفها من الزاوية دي، نشوف قطعة الايد انا بعملها ازاي. هنا اهو بقطع الايد هنا كويس قوي عشان احسسه ان انا رايح الناحيه دي، فهو طبيعي ان هو بيروح الناحيه دي ويفتح لي المجال هنا. تاني ابلكيشن معانا هو موقف بيقابلنا كتير قوي في الماتشات، موقف الشمال يمين، لما هو بيكون ماسك من ناحيه واحده وانا ماسك من ناحيه واحده هنا. هنا ده وضع مناسب جدا للكاتاجورما. هنا انا بروح بخش الكاتاجورما، بقفل رجليا دي على رجلين واقفه هنا دي وبرمي هناك. هنا. وبلف هنا بقوم عليه واثبت واكمل الحركه اللي فاتت. موقف من المواقف الرخمه اللي دايما بتقابلنا في الماتشات، لما يكون لعيب مصدر لك ناحيه واحده او جنب واحد وحاطط ايده في صدرك هنا، وانت بتبقى عايز توصل للناحيه البعيده ومش عارف هو عمال يبعد. هنا انت هنا بتضحك عليه بذكائك في ان هو مصدر الايد دي ومرجعك لورا، فانت تستغل الايد دي بان انت بتحط ايدك هنا على دراعه وبتقوم محرك كتفك وتقفل هنا على دراعه، تكتفه كويس قوي. تاني بحط ايدي وبخش، بس رجليا دي ما بتبقاش من جوه، رجليا دي من بره هنا اهو، وبقوم ساقط الكاتاجورما بتاعتي. تاني نشوفها. ابلكيشن تاني من الكاتاجورما بستغل فيه اندفاع الخصم عليا، وباخد الكوزوشي بتاعه برميه في نفس الاتجاه بتاعه. يعني هو لما بكون مستني ايده دي انها تعلى، بقوم واخدها ومستغلها وبستغل الكوزوشي بتاع اللي هو عامله في الاتجاه ده وبرميه في نفس الاتجاه التاني. ابلكيشن تاني من ابلكيشنز الكاتاجورما هو تريكي شويه، ان انت بتخش حركه وبتكملها بحركه ثانيه، بتخش لبونس ناجي وبتقوم مكملها بكاتاجورما. يعني هنا دلوقتي انا دخلت بونس ناجي، راح هو هرب هنا اهو، طلع بره، وسط طلع بره. ده وضعيه الكاتاجورما اصلا السليمه اللي انت بتقوم نايم هنا اهو وراجل هناك. اخر ابلكيشن النهارده معانا في حركه الكاتاجورما هو لما يكون لعيب ماسكني من ناحيه واحده وعمال برضه يبعدني، انا هنا بخش كاتاجورما عكسيه. يعني ازاي؟ بدل ما اخش كاتاجورما الناحيه دي، لا انا بفك هنا بخش الكاتاجورما هنا. وبكده نكون خلصنا حركة الكاتاجورما البيزكس والكومباتيف فاريشن اللي هي الاود في قانون الجودو الجديد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة.